السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة مطبخ أم روان. اليوم إن شاء الله نقدمه واحد المورقة سهلة في المكونات وفي التحضير. عندنا لها إن شاء الله الآن نحضر لها المقياس، وكل واحد يحضر على حسب عدد الأشخاص اللي عنده. أنا عندي 200 غرام ديال السدر ديال الدجاج، قطعته واحد قطع صغيرة. عندي واحد البصلة صغيرة، جوج بوريات عجين مورق أي لاباط فويتي، نص علبة ديال الشامبينيو أي الفطر المعلب. بالنسبة للتوابل عندي ليزارب دو بروفانس، أعشاب موسمة، الملحة، البزار، سكنجبيل، ثوم مجفف، البزار. بالنسبة للزيت عندي زيت الزيتون وزيت المائدة. في مقلاة غادي نديرو نخلطو ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة. نشلطو فيهم هاد البصلة، هاد المرقة سيداتي كتجي بنينة، يمكن لك انك تحضريها في رمضان ان شاء الله. نقصونا واحد شوية أو كذلك البوريات بجوج. نخليو هاد البصلة تفور حتى تيدبلو مزيان ديال تاعو، ملي كنزيدو عليهم المكونات الأخرى نعطيهم ونخليهم يدبلو ونرجعو من بعد. من بعد ما دبات لينا البصلة غنزيدو على باقي المكونات. غنزيدو الدجاج، غنضيفو الدجاج، غنزيدو عليه جميع التبزيرة ديالنا. Champignons. نزيدو الأعشاب من السيما، أنا عزيزة عليا كتعجبني المذاق ديالها، كنديرها شوية كثيرة. صافي كنخلطو جميع العناصر، كنغطيو عليها وكنخليوها طيب ونمرو دابا باش نسرحو العجين المغلق تاعنا. بالنسبة لعجين المورق كنشدو كنقسمو على جوج، كنشد النصف الأول كنسرحو ونشكلو على الشكل اللي بغيت.
يكون في الثلاجه باش تحكمي فيه وحقا صح، ولكن خص لابد يكون بارد. كنبقى على الشكل حتى تنسرحو ونصاوب من الشكل اللي بغيت ندير به المورقه ارجع. انا رجعت لكم عزيزاتي، دابا العجينه وسرحتو غادي نصاوبو من الجناب، حيد هذا الفائض اللي هنا في الجناب، شفتي المنظر زوين. ورق خاص بالطبخ ديال الفران، بابي سلفيريزي، وندير ليه شويه ديال الزيت. نحط العجين ونحاول نقسمه من الوسط من النصف باش هيك نحصل على جوج طراف. انا كيرجع خصنا نحاولوا نلقوه في الماء شويه، نرجعوا ذات العجين كتغلط نلقوها. دابا عندي جوج طراف، غادي نحشي ندير الحشوه هنايا ونحط فوق هذا ونشكلها ونرجع لكم. انا رجعت غادي نشكلها ونصاوب المراحل مع بعضياتنا، نحاول نطويها حتى شويه باش ما تنفخش. نديرها في الطحين وندير لها هكا شويه الثقوب. شويه الحشوه هي كي جات بنينه، داك الاعشاب منسمه وداك الخليط يجي بنينه. غنهزو شويه نديرو هنا في الوسط. هاد القدر ديال هاد الحشوه غادي نخرج منها جوج فطيرات، هاد الاولى غادي نصوب الثانيه. هادشي باقي وقلت لي الثانية سمو من النص. نحاول نستفها بيديا هكا كإضافة. غادي نزيدو هنا الفرماج، عندي الفرماج أحمر إضاف والفرماج موتزاريلا، نخلطهم بجوج وحكوكين ونادي اختياري. نجيبو شويه الماء كنديرو هنايا في هاد الجوانب، ونهزو القسم الاخر ديال العجين ونديرو هنا. كنسدو مزيان ان العجين مراد كيدخل الفران وكيطلع باش ما تحلش لينا العجينه
نتخرج الحشوه كنبركو مزيان على هاد الجناب كنعاودو ثاني نحيدو داك الفائض وكتزيني هاد الجناب بحال هكا كنصطم على هاد الشكل حتى تنكمل الفطيره كاملها وكندخلها للثلاجه خاصها من ندير الفران حتى تبرد مزيان في الثلاجه يعني كندهنها بالبيض ونخديها في الفران ونعاود نصوب الاخرى فتره اخرى ونرجع نكمل معكم ها انتم عزيزتي المتتبعات العجينه الاخرى حتى هي درت ليها سرحتها نفس الشيء اللي درت الاولى قسمتها درت الحشوه غادي ندير الفرماج ونعاود نهز ثاني ونسدها الاخرى درتها في الثلاجه كتبرد نفس المراحل اللي درت لهاديك الا ما عندكش مقص ممكن ديري هكا هي بالموس هاد الفتيحات هكا ونعاود تاني نصاوب هاد الجناب ونفس الشيء ندير هكا هاد الجناب نزينهم على هاد الطريقه ما بغيتيش كاع تزينو بحال هكا ممكن تبركي عليه غير هكا غير تبركي مزيان ونخشيها في الثلاجه غنستمر على هاد الشكل هكا حتى نكملها ونديرها في الثلاجه ملي بغي نديرهم فران غادي نرجع معاكم هانتوما عزيزاتي ملي بردو المورقات ديالي درت واحد البيضه درت فيها شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل وطربتها مزيان ودهنتهم وغنخشيو الفران تقريبا على 180 درجه ونقبلهم حتى يطيبوا ونتلقاو نشوفوا الشكل النهائي عزيزاتي المتتبعات انا رجعت لكم بعد ما طابوا الفطائر ديالنا كيجيو على هذا الشكل درت لهم فرماج من الحكوك من الفوق حتى خرجتهم من الفران والتزيين كيبقى لك تيبقى لك انت الاختيار سيداتي كذلك التشكيل يمكن تشكليهم شكل دائري او دي شوسون ولا كيف ما بغيتي انتيا وفي اخر الفيديو كنتمنى الاقتراحين الاعجاب ديالكم وما تنسوش الضغط على الزر الاحمر ليصلكم كل جديد والاعجاب بالفيديو ديالي وشكرا للمتابعه والى اللقاء